مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة ليوم الأحد. أجواء حارة في معظم مناطق المملكة، لكنها شديدة الحرارة في المنطقة الشمالية الشرقية وأيضا الشرقية والوسطى، وأيضا هناك غيوم ركامية وركام مزني في المنطقة الجنوبية الغربية تؤدي إلى سقوط زخات رعدية من المطر. هذه الزخات الرعدية من المطر تمتد إلى شرق مكة وجنوب المدينة المنورة، تكون أحيانا غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول لفترة محدودة. وأيضا هذه العواصف الرعدية بتكون مصحوبة برياح هابطة تؤدي إلى اشتداد سرعة الرياح السطحية. وبشكل عام أجواء شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة. مشاهدينا، شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.